تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد مباشرة من مدينة الدار البيضاء. إذا كيف كتشوفوا معنا هاد السيدة الاسم ديالها ليلى، أم عازبة ولدت واحد البنية اللي في عمرها 10 أيام، باقا حاليا بالغراز، باقا ما حيداتهمش. يعني جارتها اللي كانت مواعداها باش تعطيها بنتها اليوم الكبدة راها صعيبة، ما قدرتش تسمح بكبدتها، كانت ديجا خلصت لها جارتها واحد 50,000 ريال، واليوم ولات كتهددها ما بقاتش قادره هاد السيده ترجع للبلاصه اللي كاريه فيها سبابه خاصها تاخذ فيها بنيتها ليلى. السلام عليكم. هاد السيدة اختي ما نكذبش عليك، كل نهار كتجي كتهددني كتقول لي اعطيني فلوسي ولا اعطيني البنت، انا ما بقيتش قاعده نبرك في المحل، انا كنبات في الزنقة، ما عرفتش ما عشر ايام باش ولدت. عشر ايام انا باش والدة، دابا انا والدة سيزاغية بالفتيح. واش خايفة منها؟ خايفة منها ما نكذبش عليك، خايفة من هاد السيدة. علاش كتهجم عليا كل نهار كتجي عندي كتقول لي اعطيني فلوسي ولا اعطيني البنت؟ اختي سمحي لي انا نهضر الله يرحم الوالدين. دابا اختي هاد السيده هاد، لا انا بنت خالتي، انا ما غاديش نكذب ولا شي حاجه، بنت خالتي، ولكن هذيك السيده خاسر عليها 50,000. هي السيده ردات بنتها، ردتها ما سخاتش عليها تعطيها، قالت لها اختي غادي تعطيني 130,000 باش تقصب عليا وهذيك صاحبتها. دابا المشكل لا هذيك السيده اللي عطاتها 50,000 قالت لها لا ما عطيتينيش الدريه، هدتها قالت لها لا ما عطيتينيش الدريه غتعطيني 130,000 وباغا تقسمها هي وصاحبتها، ودابا كتجي لها للدار كتهدد فيها. دابا هي راه عطاتها غير 50,000 ريال خلصت الكره، والسيده عطاتها 50,000، عطيها 50,000 باش تخلص الكره، باللي ما عطاتهاش الدريه قالت لها تعطيني 130,000. وهاد السيده مسكينه هي كتشوفوا فيها، هي باركه غير في الزنقه، ما عندها لا حنين لا رحيم، ما عندها لا والدين لا والو، هي مسكينه. باتت البارح في ديك الشتا والبرد بايته في الزنقه، عندها تربيه يلاه عندها 10 ايام، هانتوما كتشوفوا. ولا هاد الناس راه واخا يكونوا دازت عليها الدريه مسكينه راه ضربها البرد، والحشومه هادشي اللي كيديرها ما كانش عندنا حنا في الاسلام كاع. بنادم الا بغى يدير شي حاجه ديال الخير خاصو يديرها، ماشي باش تهددها. ودابا هي مسكينه دابا باركه في الزنقه ما عندها فين تمشي. السلام عليكم اختي. حنا نقاشات في هذا الجرده ديال السيد البرنوصي، وجات عندنا هاد السيده هادي مسكينه لقات فينا وما لقينا ما نديرو ليها. هاد السيده اللي كتهددها قالت لها تعطيني البنت صحه، كتهرس عليها مهرسه قرعه وجات عندها مهداها كتقول لها ودي تعطيني البنت صحه، وهاد كتدخل عليها بقرعه ديال الدجاج كتقول لها ودي هاد البنيه تعطيها لي صحه. علاش؟ حيت هي عطاتها 50,000 ريال، حكرات ليها البيت ب 50,000 ريال. هاد السيده قالت لها صبري عليا انا راه ما عنديش، صبري عليا مني غادي نخدم وهادي راه غادي نرد لك فلوسك. دابا هي كتقول لها هي تعطيني 50,000 ريال يا اما تعطيني البنت. هاد الدريه مسكينه مع السيده ما سخاتش عليها كبدتها، وهاد السيده راه ديجا راه عندها وليد، راه هو الوليد ديالها، راه هو راه عندها وليد، راه ما يمكنش هاد السيده هادي مسكينه تلاح الزنقه البارح، داك العجاج داك البرد والعجاج داز عليها مسكينه كامل، راه حنا شنا لقات فينا السيده، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يرحم لكم الوالدين الا كان شي محسن ولا شي واحد اللي غيكري لهاد السيده هادي، الله يجازيه بخير يتعاون معاها مسكينه يكري لها غير هاد الفتره، راه باقا السيده مسكينه فاتحه راه ما عندهاش، راه حنا بقات فينا والله الا قطعاتنا، حتى حنا بيدنا عكاريين راه ما عندناش ديالنا باش غنديوها. هاد الليله هادي مسكينه هي غتبات في الجرده الليله وحنا بقات فينا، حتى حنا وليات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يرحم لكم الوالدين الا كان شي محسن يتعاون مع هاد السيده هادي في سبيل الله، يكري لها عبويت على الاقل تحيد من ديك البلاصه، ابي ما السيده وقفت على رد السيده فلوسها، حيت ما يمكنش مسكينه ما سخاتش ببنتها، ملي رضعات البنيه ما قدرتش تعطي البنيه. وعندها وليد، راه هو الوليد مسكين راه كيطلبها من عند الناس واش كياكل. وهاي السيد وهاد السيد هاد هاد السيد هادي راه البارح راه مول الكارو، راه شاهد راه كاين مول الكارو مولات المسمن راه بيت حداهم البارح. الله يرحم لكم الوالدين الا كان شي محسن اللي غيتكفل بها ويعاونها مسكينه، الله يجازيكم بخير. هضري قول لها ولدي ما تخافيش، هضري عندك قولي قول لها بغات تنصب عليا ما نعطيش انا بنتي. ما كايناش شي حاجه بزاف
كاين ما بغيتش نطالع. هي كتجي كتهددني كتطلع لي حتى للدار الفوق كتقول لي والو ولا عطيني لاكارت ديالك ضمانه. شنو كتضربك؟ لا كتبغي تضربني كتقول لي عطيني لاكارت ضمانه ولا عطيني الفلوس. انا ما عنديش ما عندي حتى منين نجيب لها الفلوس منين غنجيبهم. دابا واش هي الغرض ديالها الفلوس ولا الغرض ديالها تاخذ البنت؟ هي كتقول لك عطيني البنت ما بغيتيش تعطيني البنت تعطيني الفلوس. الدريه باغا ينصبوا عليها قالت لها ما عطيتينيش الدريه غادي تعطيني 130000 وهاد السيده منا وهاد السيده منا غيجيب لها 130000 هي كتشوف فيها يا بيضاء عم الزنقه ما عندها حتى باش ترفع بنتها هي الدريه ما عندها باش تشري لها الكريم. دابا حوايجك فينا ماما حوايج البنيه فينا؟ عندي في الدار. ما نقدرش نرجع للبيت علاش من القبله هي هي خايفه من انا دير لي شي حاجه وكنخاف على ولادي ما كنقدرش نتخايف على ولادي. هذه كتسكن حدايا كتسكن حدايا قريبه ليا. خافتي تهز لها الدريه وتمشي. واخا عطينا رقم التليفون ديالك 06 90 87 05 67 ها هو الوليد ها هو فينا وشوى مشرت معاه 10 ايام باقي معاه. شوفي زوجتي الوليد صوري الوليد لا صوري انا ما تيبانوش الحيد ديال الحيد الخيط باقا ما حيدته. باقا ما حيدتوش ما تدوى ما بقاش داويت. ما كداوي ما والو ما عندها ما مداويه ما والو انا فين داوي لا والو. رحتو ما راه الدريه مسكينه ما عندها ما تاكل. هاد الدريه ما عندها ما تاكل دابا ومن غتجيب لها الفلوس انت تشفرهم طقتي علاش غدير. راه هي راه ما تاكل راه هي راه جيعانه راه باقا بالغريب هي راه خاصها نوكلها دابا. السيده راه فاتحه ما عندهاش من تجيب لها الفلوس مسكينه. الله يحسن العون. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي الله يجازيكم بخير وقفوا مع ليلى. ليلى منا مغربيه كتب عليها المكتب ولدت هي ام عازبه ولدت هذه البنيه 10 ايام باش ولدت. الله يجازيكم بخير. البارح باتت في الشارع واليوم ايضا غتبات في الشارع فالله يجازيكم بخير. حاولوا تواصلوا معاها راها دابا في الجرده ديال سيري البرنوسي. الرقم ديالها هو 06 90 87 05 67 06 90 87 05 67 كلمه اخيره اللي تطلعوا لها ريان كريم. انا كان نديرو معايا حل ديرو معايا حل لقم هاد السيده هادي تفرق مني تبعد مني خايفه منها ما نكذبش عليها. ما عندهاش تبن تكون دابا هي مهجاته من البيت ديالها. ما نكذبش عليك ثلاث ايام ثلاث ايام وانا خارجه من الدار اختي ثلاث ايام ثلاث ايام وانا خارجه من الدار خايفه من هاد السيده. هي خارجه لا ماكله لا والو. اه دريه ما راضعاش. تكفلوا بيا. مرة أخرى الله يجازيكم بخير. مشاهدينا ديال ليلى 06 90 87 05 67 06 90 87 05 67 مرحبا بكم والدي سكتوا.